والناس المتضررين من الغلاء. الله وبركة. وعيش جد المبغيتالك وعيش الشعب وباش نعبروا على أننا كمواطنين وكمواطنات كنرفضوا هذه السياسة وكنرفضوا هذه الدولة وهذه الحكومة اللي كتدير هذه السياسة وكنطالبوا بالوقف التام بارتفاع أسعار وبالتراجع على جميع الأسعار اللي تزادت. الوقفة ديال اليوم تتنظمها اللي تتنظمها الجبهة المغربية الاجتماعية المغربية واللي تتنظم بالموازاة معها أكثر من 42 وقفة احتجاجية على مستوى ربع ديال المغرب في مختلف المدن المغربية. بالتالي الوقفة ديال اليوم تأتي استمرار النضال ديال الجبهة المغربية من أجل وضع حد لهذا الغلاء من أجل وضع حد للتهميش الذي يعيشه المواطن المغربي من أجل وضع حد للتراجع الخطير في الخدمات العمومية من تعليم ومن صحة وكذلك من أجل تسقيف الأسعار لأن هذه الزيادات المتوالية في أسعار ديال البنزين واللي اليوم راه كتوصل ثمن ديال البنزين 11 درهم ونص. بالتالي كلها مؤشرات تدل على أنه القادم أسوأ أو أن جميع المواد الغذائية سوف تعرف زيادة خطيرة جدا وزيادات متوالية. وبالتالي النضال ديال اليوم يأتي من أجل أولا استنهاض الهمم واحد، ثانيا من أجل كذلك حد هذه الحكومة اللي تتعيش في واحد البحبوحة من العيش ولا يهمها أي شيء بقدر ما يهمها هو مراكمة الأرباح. والدليل أن رئيس الحكومة الآن ما بقيناش كنتحدثوا على 17 مليار ديال الدرهم ولينا كنتحدثوا على 38 مليار ديال الدرهم الآن اللي مازال كيلهط فيها الآن ومازال مجلس المنافسة ولا بغى يسقف الأسعار إلى غير ذلك. واحد العدد كبير ديال الفساد اللي يعم مجموعة ديال المداشر ومجموعة ديال القطاعات بدون استثناء. كذلك الريع حديت ولا حرج، ناس اللي كتستافد الآن من ثروات ديال المغرب وتعيت فيها فسادا، وبالتالي أن اللي كيخلص الآن هو المواطن المغربي. أيضا اليوم يتبين بما لا يدع مجال للشك على أن المديونية الآن أصبحت تستنزف أكثر من 94% من الناتج الإجمالي الداخلي الخام، وبالتالي هذه مؤشرات كلها تدل على أنه المخزن أو الدولة المغربية لم يعد لديها ما تقدمه لهذا الشعب المغربي سوى لغة العصا سوى لغة الاعتقال. والدليل على ذلك أن الأحكام الجائرة اللي ولينا تنشوفوها في حق سليمان الريسوني في حق كذلك عمر راضي في حق عمر ستيتو ومجموعة ديال المدونين ومجموعة ديال النشطاء ومجموعة ديال الفاعلين الفيسبوكيين لا دليل واضح على أن الدولة لم يعد لديها ما تقدمه سوى لغة العصا وسوى لغة سميتو في الوقت اللي الاحتقان لا زال مستمر لأن المواطن المغربي لم يعد لديه ما يخص. يعني حتى المعيشه ديالو اللي كانت يعني معيشه بسيطه ديال العدس والبيض الى غير ذلك، البيض حتى هو راه وصل 30 ريال، البارح وصل العدد ديال البيض الثمن ديال البيض 30 ريال البيضه، بمعنى انك تزيد 10 ريال في البيضه اللي هو علما ان تنعرفوا ان هذا البيض هذا راه هو اكله ديال المواطن المغربي، البيض ومطيشه هو باش عايش اغلبيه ديال الاسر المغربيه، بالتالي اليوم يتبين على ان هذا الوضع هذا يندر بكارثة حقيقية. وبالتالي سوف تتواصل النضال إلى غاية إحقاق المطالب وعلى رأسها تسقيف ديال هاد الأسعار والتراجع على هاد الزيادات المهولة في المواد الأساسية. شكرا. الواد خاسرين وكاع إلا غدير شي راديو خصك 14000 ولا 15000 سكانير. ولا حقوق لا قوانين. ولا حقوق لا قوانين. وباش حنا مواطنين. وباش حنا مواطنين. ولا حقوق لا قوانين. ديالهم كنعبروا على التضامن ديالنا معاهم. وكنطالبوا كذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين هذه البلاد. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.